العودة بتفكر ازاي في العودة؟ نفسك قد ايه في العودة؟ هو والله صراحة نفسي ارجع اليوم قبل بكرة، بس اللي مصبرني على هذه الغربة انه انا عارف مدى اهمية التخصص او مدى اهمية المكان اللي طبعاً. انا بجري فيه للعلم. ترجع ان شاء الله تشرف بلدك كلها. العودة ان شاء الله، ان شاء الله احنا نفسنا نرجع، لكن احنا خايفين نرجع ما نلاقي الاماكن اللي احنا طلعنا منها، او ما نلاقي الناس اللي احنا طلعنا عشانهم. يعني الناس اللي ودعتنا لما احنا سافرنا وجينا مصر، يعني احنا لنا كثير اصدقاء تم فقدانهم، كان نفسهم يكملوا مسيرتهم ويكملوا علمهم. يعني الزملاء في الكليه تم استشهادهم، كان نفسهم يطلعوا يكملوا يسافروا برا، كان لهم احلام كثير كبيره وطموحات. لنا اصدقاء ممرضين، لنا اصدقاء دكاتره بصفه انه بنشتغل في المجال الطبي، تم استهدافهم هم داخل مركبه الاسعاف اللي هي شيء المفروض يعني شيء محمي دوليا. مركبه الاسعاف في كلمه اخيره بتحلم بايه؟ احنا حاليا بنحلم بايقاف اطلاق النار اول شيء، عشان احنا ورجوع الاتصال بالاهل، عشان احنا نقدر برضه نكمل حياتنا احنا هان في مصر، لانه احنا بنروح الكليه لكن كل تفكيرنا في مصر، وعقلكم كل قلوبنا عقلنا احنا هان فقط اجساد بنحاول نكافح الحياه، لكن ارواحنا كلها في غزه وعند اهالينا في غزه. يا رب يرفع عنهم البلاء والكرب، ويا رب الصمود لأهل غزة كلها، ويا رب يتوقف إطلاق النار، وكل الجهود الدولية دي تثمر عن شيء دلوقتي، إن يعني بشكل عاجل أكتر شيء.